مدينتي تقدر تجري. عايز اقول يعني انت ما تقدرش تجري بره مدينتي؟ ما انت شباب شاب من شباب الالوز في ايه؟ اقول لك ان عم هشام لما جه ابن مدينتي بناها بقلب بناها بروح. المقاول اللي هناك اركن لي كده على جنب بعد المحارة، بعد اذنك سيب لي المحارة كده في جنب البنا. تعالى كده سيبوا التوب بقى وكل حاجة عشان عمو هشام بيبني البتاع بروحه بقلبه في ايه؟ الكل ده كله بقى على جنب ملوش لازمة. خلاص احنا شطبنا يا جماعة، المقاولين تاخد السمعية وتتكل على الله عشان عمو هشام بيبنيها بروحه. تقدر تجري؟ عايز اقول لك ان عمو هشام لما جه ابن مدينتي بناها بقلبه بناها بروحه. يا جماعه بعد اذنكم احنا اتاكدنا دلوقتي، خدوا حساباتكم يلا روحوا، مش عايزين مش هنبني تاني خلاص عشان عمو هشام بيبني بروحه.